للحديث عن الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان ودور حزب الله فيه، ينضم إلينا عبر سكايب من طرابلس الكاتب والصحفي اللبناني السيد علي شندب. سيد علي، بداية مرحبا بكم. تحذير أممي من أن لبنان يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، ما الذي أوصل الأوضاع في لبنان إلى ما هي عليه الآن؟ مساء الخير لكم ولمشاهدي الرافدين. الحقيقة هي جملة من الأمور المتراكمة على مدى سنوات طويلة هي التي أوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم. هي ببساطة متناهية وجود تحالف كبير وعميق بين ما يمكن أن نسميه في لبنان بميليشيا المال والسلطة والسلاح الحاكمة والمتحكمة في الوضع اللبناني الذي يسيطر عليه ويطبق عليه بشكل كامل. ومنذ خروج سوريا من لبنان، حزب الله أدار الأمر في لبنان بطريقة المقايضة، نغطي على فسادكم فتغطوا على سلاحنا. هذه المعادلة هي التي حكمت لبنان طيلة السنوات الماضية حتى وصلت الأمور إلى أن تفشى الفساد في لبنان بشكل خطير جدا، وإلى أن حصل هذا الانهيار الاقتصادي نتيجة وجود أموال منهوبة نهبتها السلطة السياسية، نهبها الفساد، نهبها وساهم في تقليصها إلى مستوى صفر. معادلة تغطوا على سلاحنا نغطي على فسادكم، وهي المعادلة الخطيرة. واليوم وصلنا بفعل هذه المعادلة إلى درجة أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تفرض عقوبات على كل لبنان بحجة معاقبة حزب الله تقول بأن على الحكومة اللبنانية أن تبتعد عن حزب الله. وهذه معادلة خطيرة طبعا لا قبل للحكومة اللبنانية فيها، فمن ينزع دبس حزب الله عن طحينة الحكومة؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه بقوة اليوم على لبنان وعلى اللبنانيين وعلى الشارع اللبناني، ويطرحه المجتمع الدولي والعربي. هناك من يقول يعني أن لبنان تعاقب على سلاح المقاومة، إلى أي مدى ترى أن من يرفع شعار المقاومة قدم للبنان ما يستحق عليه هذا العقاب؟ الحقيقة شعار المقاومة شعار مقدس، شعار محترم، ومعامل المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي هو عمل مقدس ومحترم، ولبنان هو يدافع عن هذا الشعار. لكن الذي حصل أن حزب الله ابتعد عن المقاومة واتجه إلى ساحات أخرى لا وجود للمقاومة فيها، وهذه الساحات أصبح هناك تغول في أكثر من بلد عربي، وهذا أمر نفذه حزب الله بمعزل عن رأي القوى السياسية اللبنانية وبمعزل عن رأي الحكومة اللبنانية وبدون التشاور معهم، فرض أجندته عليهم. عندما كان حزب الله يقاتل العدو الإسرائيلي كان الشعب اللبناني والدولة اللبنانية يشكلان حاضنة حقيقية له. الآن هذه الحاضنة لم تعد موجودة لأن لحزب الله أجندة إيرانية يحاول فرضها على اللبنانيين، واللبنانيون لا يقبلون بها. في هذه النقطة أستاذ علي شندب، ماذا قدمت إيران للحاضنة كما وصفتها؟ يعني الآن لبنان يعاني اقتصاديا في كل مفاصله، حزب الله أو إيران ماذا قدموا لرفع المعاناة عن لبنان؟ في الحقيقة إيران قدمت لحزب الله، يعني قدمت للأجندة التي تخدم مشروعها التوسعي في البلاد العربية. هذا أمر غير منكور، لا أحد يستطيع نكرانه. كما قدمت للميليشيات الموالية لها في العراق وأيضا في سوريا وأيضا في اليمن وأيضا في كل مكان. بالنهاية إيران لها مشروع متجاوز لسيادات الدول، هو مشروع شبيه بأي مشروع توسعي في أي منطقة أخرى، وبالتالي هي قدمت لما يخدم مشروعها، لكن لم تقدم للشعب اللبناني ولم تقدم للدولة اللبنانية، إنما قدمت لأشياعها وأتباعها في لبنان، وهذا اختراق خطير للواقع اللبناني وللنسيج الاجتماعي والسياسي اللبناني، وهذا أمر مرفوض من اللبنانيين. وبالتالي إيران ليس لها اليوم في لبنان من تأييد سوى الجماعة التي تواليها عقديا وسياسيا وإيديولوجيا وعلى شتى المستويات.
إيران لم تستطع أن تخاطب كل الشعب اللبناني وتتوجه لكل الشعب اللبناني، ولكن في ملف المقاومة لولا أن هناك فراغا عربيا لما تمكنت لا إيران ولا غير طيب. إيران أن ترفع، مجرد أن ترفع شعار مواجهة الكيان بعد ولو شعار. نعم، بعد تحذيرات أمريكية لبنان تتراجع عن استيراد النفط من إيران، هل سيكون النفط العراقي هو البديل؟ لا أدري، أنا أشك حتى بأن النفط العراقي سيكون البديل. أمريكا عندما تفرض عقوبات وبالتالي كل دولة لا تلتزم بهذه العقوبات معرضة للعقوبات، حتى أن العراق استثني من العقوبات الأمريكية، الولايات المتحدة استثنت العراق من العقوبات المفروضة على إيران، ولكن هذا الاستثناء انتهى. اليوم إذا كانت أمريكا جادة في فرض العقوبات على لبنان فهي لن تسمح لأحد، لا للعراق ولا لإيران، باختراق، لأن هدف العقوبات معروف، وهو أن تقوم الدولة اللبنانية بإصلاحات حقيقية وجذرية. روح هذه الإصلاحات وقلب هذه الإصلاحات النابض هي نزع دبس حزب الله عن طحينة الدولة اللبنانية، وهذا أمر لعمري إنه أمر صعب وليس مستحيل، وليس مستحيل لكنه أمر صعب وليس بمقدور الدولة اللبنانية. أنا أعتقد بأن نحن لطالما كان لبنان والعراق زمن العراق الوطني كان هناك يعني تفاعل حقيقي بين الدولة اللبنانية والشعب العراقي، والشعب اللبناني شعب عربي واحد، أما الآن فهناك أجندات أخرى مختلفة. أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها تتصدر رأس حربة فرض العقوبات على إيران وأيضا على أزرعة إيران في المنطقة وخصوصا حزب الله. في هذه النقطة، نقطة نحن العراق بهذا الأمر، الولايات المتحدة الأمريكية، المفد الأمريكي الخاص لشؤون إيران برايان هوك يقول إن طهران أضرت بالشعب اللبناني عبر استخدامها حزب الله الموالي لها. من وجهة نظرك أستاذ علي، يعني إلى أي مدى ترى أن واشنطن ربما تقدم بديلا بعد أن أصبح حزب الله هو الفاعل الحقيقي في لبنان؟ أو بمعنى آخر، يعني كيف تعلق على هذا التصريح؟ في الحقيقة يعني أنا يعني كلام برايان هوك، يعني هو إيران تغولت في البلاد العربية وتمددت في البلاد العربية ضمن التخادم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي نمو النفوذ الإيراني في البلاد العربية كان بالشراكة مع الولايات المتحدة. علينا أن لا ننسى خاتمي ومساعده أبطحي عندما قالوا لولا إيران لما تمكنت الولايات المتحدة لا من غزو أفغانستان ولا من غزو العراق، وبالتالي النفوذ والتغول والتوغل الإيراني وأزرعة إيران في المنطقة تم تحت نظر الولايات المتحدة وبالشراكة معها. هي لم تكن تمانع عندما اقتضت مصلحتها بأن تتمدد إيران وأن تنمو أزرعتها بالشكل بهذا الشكل الكبير، لم تكن تمانع. الآن عندما أصبحت إيران تتعارض مصلحتها مع الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، كان لابد من قتل قاسم سليماني، ولابد أن نسمع بالمتفجرات التي نسمع عنها، واليوم حصل انفجار آخر يسمونها التفجيرات الغامضة في إيران، وقبلها الطيران المجهود في العراق وفي سوريا وفي أكثر من مكان آخر. إذن الاستراتيجية الأمريكية مع ترامب الذي هي انقلاب على الأوبامية، وبالتالي بانتظار أن يحقق ترامب صفقة جديدة مع الولايات المتحدة، لكن يبدو أن الصفقة الآن تتم على الحامي كما نقول. لعمري أن المنطقة مقبلة على أتون حرب خطيرة. من طرابلس الكاتب والصحفي اللبناني السيد علي شندب، شكرا جزيلا لك.